الباب الثالث والستون: باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. تله بالتاء المثناة فوق، أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري.